أتفق مع الأخوان أن هناك في قصور شديد جدا إعلاميا في البحرين تجاه هذا الطبقة المحترمة لهم طيف التوحد. أنا كتبت يعني ودفعت بدل الاتجاه من 2015، يعني حتى قعدت أمس راجع بعض المقالات فشفت كاتب كذا مقال في سنة واحدة يعني في 2015 عن دعم هذه الفئة وعن دعم أسرهم وعن تمكينهم بشكل قوي. وسنوات بعد رديت كتبت، بس تعرف انت ساعات يكون صوت واحد يكون ما مؤثر، يعني المفروض في كتاب بعد في البحرين. وطبعا احنا نشكرك استاذ ايمن ان تعرض لهذا الموضوع، يعني احنا ما نبغى يكون هذا بيض الديتش، يعني في كل سنه يطرح مثلا مره واحده هذا الموضوع على اساس انه يكون في حل جذري الى هذا الموضوع. لازم يكون في نوع من الاستمرارية ونوع من تسليط الضوء بشكل أشد على هذا الملف الكبير، ملف جدا شائك وجدا عميق واجد. يعني مثلا يعني لو بتقعد تتطرق لهم في كل جانب يمكن تحتاج إلى جلسات وإلى جلسات. مثلا من ضمن يعني حتى في كثير من المراكز اللي هم باتت تجارية، أوكي احنا نحترم إن هي ممكن ما تشتغل مجانا قربة إلى الله، بس بلا بعضهم راح أنشأ يوم شاف فيه إن هذا في مدخول قوي إلى هذا الجانب راح فتح لها مركز أساس إنه بس يترزق. هذا الشيء مو علاج، لا إحنا نحتاج إلى مراكز أوكي تأخذ بشكل طبيعي وفي نفس الوقت تدعم وتطور برامجهم وتدعم هذا الأسر. لأن أنا في اعتقادي الشخصي إن الطفل طيف التوحد مميز بطل، يعني أنا ممكن حتى لبعضهم قرأ مثلا رواية أحد بنوتردام، زين هو طبعا مو طيف توحد، بس أنت ساعات هذا الطفل اللي تحسه ساكت أو من زاوية يلعب بشكل مختلف عن بقية أقرانه من الأطفال، هذا يمكن يخلق معجزة. هذا لو استثمر بطريقة صح هذا الطفل وغير يترى لي كل أطفال التوحد من غير استثناء.